البت دي محتاجة زار. زار؟ زار ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بت ده جديد. احنا الزباين اللي عندنا قربوا يزهقوا، احنا عملنا كل حاجة مش عارفة اعمل لهم ايه. الجديد بقى ايه؟ ان واحدة ملبوسة نعمل لها زار ويخرجوا منها العفريت كده وهم قاعدين ويشوفوا اللي عمرهم ما شافوه. يا لهوي، البت تعبانة، هو انت ما بتشوفيش ولا ايه؟ نعمل فيها كده وهي مش دريانة؟ الله يخرب بيتك يا سامية، الله يخرب بيتك. هو انا قلت لك انا هقتلها ولا هعمل فيها حاجة؟ ايه؟ هي لو عليها عفريت يبقوا يطلعوا منها ويخلصوها، ولو ما عليهاش حاجة مش هيجرى لها حاجة. وبعدين مش انا الرئيسة هنا وانا اللي بصرف، يبقى انت تخرسي خالص. صعبان عليا. انا هكلم الشيخة نونة اقول لها ان احنا عندنا واحدة ملبوسة وعايزين نخرج منها العفريت، والجلسة تبقى النهاردة، وهقول لها ان احنا عندنا ضيوف علشان تعمل حسابها. امرني. تميمه فين يا جابر؟ معرفش. ما تعرفش ازاي؟ انت مش جيت خدتها من عندي في المكتب؟ وانا خدتها من المكتب واصل يعني؟ لو ما قلتش تميمه فين انا اوديك في داهيه. بقول لك ايه؟ انت جاي تسال على بنت اختك، دي مراتي يا عم. انا سبت لكم الدنيا كلها ما فيها وجيت قعدت هنا عشان اكلها بالحلال. ايه اللي بينك وبين مراتي يا عم؟ عمال تلف حواليها ليه؟ انت سمعت سمعان يا عم؟ خد بعد عنها بقى. ولا لو ما قلتش تميمه فين انا هدغدغ عظمك انه لا لا ايدك عشان البدله ما توسخش يا ميت. ده عندنا هنا بتفنوا الميتين من غير ما يتغسلوا. تحب تشوف؟ يا ابني ليه يا عفريت؟ تصدق خوفتني؟ طب انا هوريك انا عامل فيك ايه؟ سلام يا وحش. وريني. هلا وريني. في ايه يا ميت؟ في ايه يا ميت؟ مالك؟ صباح الخير يا محمد. اوكي، مع السلامة. محمد اعمل لي شاي بسرعة. حاضر يا فندم. اهلا اهلا. افهم من جيتك دي انك وافيتي على اللي اتكلمنا فيه؟ اه، بس انت يعني بصراحة جرحتني قوي. بقولك ايه، انا ما بحبش الناس اللي بتضحك على نفسها، انا بحب الناس اللي فاهمة كل حاجة على حقيقتها، عشان ما يجوش بعد كده يقولوا للناس التانيين انتوا ضحكتوا علينا. ايوة، بس انت برضك قلت لي كلام وحش الصراحة. يعني بص يا هلا، كل حاجة في الدنيا باتفاق وعقد، وأي عقد ليه نهاية، إلا بقى لو الاتنين اللي فيه عقد بينهم قدروا يريحوا بعض ويحافظوا على بعض. صح، أنت صح. أنا يعني أخدت بالي برضو إن أنت ممكن تكون مكسوف مني، كمني من حارة ومستواي أقل من مستواك بس أنا عليا النعمة بحبك. بإيه؟ بتحبيني؟ ماشي، أنا ما عنديش مانع، رغم إن أنا مش شاب عندي 20 سنة ولا مراهق بيدور على بنت يحبها. يا هلا، أنا بحب الحياة وبحب أستمتع بيها قوي، وأنا بموت فيها ونفسي أعيشها قوي. يبقى خلاص تروحي دلوقتي وانا هجيلكوا البيت اطلبك. بيت ايه اللي تجيه؟ انت عايز تجيلنا البيت وتقول لابويا الكلمتين دول؟ ايه ده؟ انت مش عايز ابوك يعرف؟ نهار اسود، ده كان قتلني، كان ذبحني.
لا بقول لك ايه، انا بحب كل حاجه تبقى بوضوح. انا هتجوز. ما انا لو رحت وقلت لابويا الكلمتين اللي انت بتقولهم دول هيعمل لي غاغه ومش هيرضى. ماشي انا موافق، بس خلي بالك يبقى ده بينا بس، ما يطلعش لاي حد بره، وانا الكلمه اللي بقولها ما بتنهاش، ما حدش يكسرها لي. واوعي اوعي يا هاله تزعليني، انا زعلي وحش قوي. انا كل اللي يهمني في الدنيا ان يكون معاك. اوكي مال عبد العزيز بيه فين؟ مش طب والشاي؟ اشربه انت. اشربه. باي باي يا محمد. مش هتعرف شيء. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله. مش هتعرف شيء. استغفر الله العظيم. واشهد ان لا اله الا الله. خد يا سياد اشرب دي، وان شاء الله هتبقى كويس. انا عارفه المشوار تعبك. ربنا يكرمك يا حاج. انت تشربها وتنام لك ساعه كده، وان شاء الله باذن واحد احد هتقوم زي الحصان، وكرشه النفس هتروح. انا عارفاها. ان شاء الله ربنا يكرمك. طيب طيب. اهلا يا عليا، اتفضلي يا حبيبتي. عايزاكي يا خالتي. خير يا عليا يا بنتي؟ لا انا كنت عايزه بس خالتي في كلمتين كده وهمشي على طول. كده؟ طيب لازم كنتوا مع بعضيكم. استغفر الله العظيم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ايه اللي حصل لما رحتوا عند عمي يا خالتي؟ ما حصلش حاجه يا خالتي. ونامي توجعيش قلبي. ايه اللي حصل قولي لي. هتستفيدي ايه لما تعرفي؟ يا خالتي حرام عليكي، النار اللي جوايا بتاكل في جتتي. يعني شو هدومي عشان تحني عليا وتقولي لي؟ طردها وطردني وشتمنا وسبنا كمان. استريحتي؟ تعالي تعالي يا حالتي، انا عايزه اتكلم معاكي. خلص الكلام يا خالتي، بيسلم على شيخ زياد.